أهلا ومرحبا بك عبر صوت الأسرة. نتحدث اليوم في زاوية التغذية العلاجية عن نبتة إكليل الجبل. دكتور، ما هذه النبتة وتركيبتها؟ إكليل الجبل أو ما يسمى بالروزماري أو ندى البحر، ندى الجبل، حصلبان، العنوص، العنغقان، الحوران، حشيشة العرب، شاه العرب، إكليل النكساء، يعني لها أسماء عديدة ومتعددة في بلاد العرب، وفي كل دولة هناك مسمى مختلف. لكن قبل ما أدخل في تركيبة وطبيعة هذه النبتة، بدي بس يعني أنوه للناس هناك فرق بين حصلبان وحصلبان ظفر. جميل. لما يكون في الوصفة مكتوب حصلبان لحاله، يعني الوصفة بتحكي عن إكليل الجبل. إنما إذا نعم. كان مكتوب حصلبان ظفر، اللي هو عبارة عن نوع من أنواع الصمغ، يعني هو صمغ موجود عند العطارين عبارة عن حصى صغيرة، وهذه لها استخداماتها وهذه لها استخداماتها، بس اساس ما يصيرش لبس عند كثير من الناس. اللي هي تعتبر من النباتات العطريه والمعمره في نفس الوقت. الجزء المستخدم من هذا النبات هي الاجزاء الهوائيه، يعني السيقان، الاوراق، الازهار، وتحتوي على زيوت طياره منها الكامفين والكافور والسنيور، وايضا تحتوي على حمض الروزمارينيك وبعض الفلافونويد وغيرها من المواد الفعاله. ايضا الاوراق تحتوي على الكالسيوم والحديد، مغنيسيوم، فوسفور، منغنيز، بوتاسيوم، زنك، وغيرها ايضا من الفيتامينات. هذا التركيب الاساسي لاوراق اكليل الجبل. عاده اما يستخدم الاوراق أو تستخدم زيت إكليل الجبل، مع العلم أنه نبات إكليل الجبل هو نبات قديم عرفه الإنسان منذ آلاف السنين، وجد منقوشا في على المعابد الفرعونية، كان يستخدم في العهد الروماني وما زال حتى الآن له طقوسه الخاصة عندهم. يعني لما كانت تطلع العروس كان تزين العروس بإكليل الجبل، ويوضع تاج على رأسها من إكليل الجبل نعم. في الحضارة الرومانية، وما زالوا حتى الآن الطلبة في الرومان في رومانيا لما قبل الامتحانات بيحطوا إكليل الجبل المجفف على الفحم ويستنشقوا رائحته، لأنه يعتقد عندهم أنه من مقويات الذاكرة. يعني له فوائد كثيرة دكتور نبتة إكليل الجبل. يعني خلينا نتحدث أيضا كيف يمكن استخدامه حتى اللي بيسمعنا يستفيد منه أكثر الاستفادة. نعم، حقيقة أيضا إكليل الجبل دواعي الاستعمال كثير، له فوائد كثيرة، منها أنه هو مهدئ للأعصاب ويحسن الذاكرة. يعني ممكن الإنسان قبل ما يطلع على الشغل، بالذات الناس اللي عندهم ضغط شغل، بإمكانه أن يتناول كأس من منقوع إكليل الجبل والميرامية أو إكليل الجبل مع الزعتر، يعتبر مقوي ومنشط للذاكرة، يخفف الصداع والشقيقة. أيضا يعتبر من النباتات المدرة للبول، مفيد جدا جدا للكبد ومرضى الكبد، منشط للدورة الدموية ومنبه لغدة الأدرينالين، مضاد للاكتئاب، يستخدم أيضا في وصفات إنقاص الوزن، يعتبر من النباتات المفيدة جدا لمرضى الروماتيزم، يمكن استخدامه كمنقوع وضع القدم فيه للناس اللي عندهم التواءات، ممكن استخدامه خارجيا في قشرة الرأس. وزيت إكليل الجبل مفيد لنمو الشعر، أيضا تناول إكليل الجبل كمشروب يساعد على تدفق الدم لفروة الرأس ويساعد في نمو الشعر، يعتبر مسكن مضاد للأكسدة وله دور رائع في تثبيط الخلايا السرطانية، مفيد جدا لمشاكل الدورة الشهرية عند النساء أو التي تعاني من تكيسات أو تعاني من مشاكل حتى في الإنجاب. ممكن أن تتناول كميات متساوية من إكليل الجبل والبردقوش والمرمية لمدة 3 أشهر 3 مرات يوميا، تعطي نتائج رائعة. لو دقينا إكليل الجبل ووضعناه خارجيا، مفيد جدا لمرضى الأكزيما، مفيد جدا للقولون العصبي، يعني حقيقة مفيد جدا للمشاكل الجهاز التنفسي والرئوي. نعم، نتمنى طبعا أن تصل هذه النصائح للجميع. أشكرك طبعا جزيل الشكر الدكتور السوداني محمود الشيخ علي، أخصائي التغذية العلاجية، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك، وكان حديثنا عن نبتة إكليل الجبل، عن تركيبتها العلاجية وفوائدها الصحية وكيفية